هنتكلم فقرتنا النهارده عن علم الطاقه. ايه هو علم الطاقه؟ علم الطاقه ده علم موجود من زمان، من اساسه كان المصريين القدماء. احنا اكتشفناه بقى وعرفناه من جدران المعابد. الحقيقه العلم الطاقه ده حاجه كبيره وحاجه عميقه جدا، يمكن انا ونرمين دايما بنحب نسمع عن الحاجات دي، وفقرتنا برضو المفضله زي الابراج كده. الحقيقه دي من ضمن الفقرات الحقيقه المحببه او المقربه الى قلبي الحقيقه، وهي فكره او فقره علم الطاقه. ايه هو علم الطاقه؟ ده اللي هعرفه من ضيفتي اللي منوراني النهارده، الاستاذه سالي امين. يا استاذه سالي، صباح الفل. صباحك سعيد، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. خلينا كده في البدايه نقول للناس ايه هو علم الطاقه، وايه هي ايجابياته، وايه هي كمان سلبياته. حلو. زمان لما الكون جه يتخلق، اتخلق من نظريه اسمها البيج بانج، الانفجار العظيم. بوم بوم دي عملت شويه بحار، محيطات، عارفة، أنهار، ورود، أرض. طب هو اشمعنى البوم لما عملت ده بقى اسمه بحر وده اسمه نهر وده ورد؟ إيه الحكاية؟ قالك ده ليه ذبذبة مختلفة عن ده عن ده، عشان كده ذبذبة البحر غير ذبذبة النهر. فجم العلماء قالوا عايزين نعرف إيه أصل أي حاجة في الدنيا، إيه أصل المواد، إيه أصل الإزاز، إيه أصل القطن، الحرير، المعادن. فراحوا جايبين على الميكروسكوب ذره وبصوا فيها ولقوا ان فيها الكترونات، طب فيها نواه، طب فيها بروتونات، نيوترونات، حاجات كتير بتلف حوالين هو طاقي اسمها كوارك. هو طاقي. فطلع ان اصل كل الحاجات هي طاقه. اذا الكون حوالينا هو عباره عن البحر، ده ماده قدامنا بنسميها بحر، ولكن ليها طاقه، ليها ذبذبه معينه. والورود في الأصل مادة بتلمسيها هي ورد، لكن ليها طاقة معينة. فالطاقات كلها ما هي إلا إنها أنواع مختلفة من الذبذبات. حلو كده. نيجي بقى للإنسان. طاقة الإنسان هي عبارة عن إيه؟ عن قوة. القوة قوة هي اللي بيها بيقدر يتحكم، يتغير، يطور. مش ساعات بتقولي أنا ما فيش طاقة خالص، انا خلصت، انا فقدت الشغف. لا، بصي، ما فيش طاقه غير فقدت الشغف. ما فيش طاقه. الانسان لو تلاحظي ممكن وهو بيعوم يفقد، يقفل تنفسه. ولما يقفل تنفسه ده معناها انه ممكن يستغنى عن تنفسه مجموعه من الدقائق ويفضل عايش. لكن لما بيجي الانسان يموت فيقول لك ده قطع النفس وعملنا له انعاش. ويرجعوه. ليه رجعوه؟ لان الطاقه ما خرجتش من جسمه. اخر حاجه بتخرج من الانسان لما يموت هي الطاقه، مش النفس. اوكي، حلو كده. فالطاقه هي اللي بيها احنا حياتنا كلها بتتشكل. وبنتاثر وبنأثر. طيب نقدر نقول ان الهاله بتاعت الانسان دي جايه منين؟ هي اللي بتشكل طاقته جايه منين؟ في بوابات رئيسيه بتدخل الطاقة جوه جسم الإنسان. هما سبع بوابات. حلو كده؟ السبع بوابات دول كل بوابة فيهم مسؤولة عن حاجة معينة في جسم الإنسان بتخليه يبقى ليه قدرات. زي إيه؟ زي أول بوابة بتبقى هنا اسمها شاكرا تيك، دي ليها علاقة بالروحانيات. البوابة التانية العين التالتة ليها قدرة على البصيرة وتحقيق الأهداف، دي بتبقى بيسموها الحاسه السادسه، العين الثالثه. وبعدين عندنا بوابه كمان هنا اسمها شاكرا الحلق، مسؤوله عن التعبير عن الذات. بعدين بوابه القلب بتاعت الحب والقلب والتوازن، كل الشاكرات مع بعضها. ومصريين قدماء، انتوا جبتوا سيرتهم فخليني برضه اضيف معلومه. طب ازاي اتحكم في الطاقه بتاعتي، بتاعت يومي، بتاعت شغلي؟ حلو قوي. ازاي اقدر اعمل ده؟ حلو جدا. انا النهارده عشان اتحكم في طاقتي لازم افهم انه نوع طاقه اللي انا محتاجاه. فانا لو النهارده داخله اجتماع، والاجتماع ده المفروض ان انا عايزه اثر في الناس واتكلم معاهم كلمات تبقى فيها نوع من انواع التفاوض، نقدر ان احنا نروح على شاكرا الحلق دي واقول اصل انا محتاجه اقوي الكميه الكلمات اللي انا اعرفها بحيث ان انا اقدر اتفاوض بشكل مختلف. طيب كان عندي حصيله لغويه بكلمات معينه اقدر اعبر بيها عن ذاتي. بس مش بتلاحظ ان في ناس وهي بتتكلم طاقتها بتبقى قويه وناس طاقتها بتبقى ضعيفه؟ فبالتالي ممكن انت تقولي نفس الكلام بس ما تاثريش فيا، وهي تيجي تقولي الكلام ده تاثر فيا. طب ايه فكره القوه والضعف؟
زي بالظبط ممكن انسان برضو يحب مش المشكله يقول لك اصل انا فشلت في الحب، الحب وحش يا عم، الحب مش هو اللي وحش. طب هل ده ادراك للطاقه اللي جوايا، الانسان القوي ده اللي بيعرف ياثر في الناس، ده ادراك للطاقه اللي جوايا ان انا عندي طاقه قويه، ولا ده بيبقى يعني من إيه؟ الواحد بيحس بالطاقه اللي جواه إيه يعني؟ اه ده سؤال حلو قوي. الانسان بيحس بالطاقه اللي جواه لو متواصل مع ذاته. فاحنا عندنا مثلا في اسمها في بوابه مسؤوله عن دخول الطاقه في جسم الانسان، هنا موجوده فوق السره اسمها شاكرا الضفيره الشمسيه. يعني ايه؟ يعني الشمس، يعني علاقاتك بالاخرين، ازاي بتاثري في الاخرين وازاي الاخرين بياثروا فيكي. ففي غلطه معروفه كلنا بنعملها هو ان احنا بنيجي نقول ايه، الناس في حياتنا دوائر، فانا كل اللي بحبهم هنحطهم في الدائره القريبه مني دي، ايوه، والناس البعيده هنحطهم في الدائره اللي بعدها. لا يا عم مش ينفعش، في حاجه، في فرق بين دوائر الحب ودوائر الطاقه. دوائر الحب وان ممكن ولادي كلهم، لو انا عندي 4 عيال فانا بحب ال4 عيال زي بعض، لكن لما اجي احط في دوائر الطاقه اول دايره في النص بحط فيها نفسي انا. حتى في الطياره يقول لك الحق نفسك الاول عشان تعرف تغيث غيرك، الحق صح. نفسك، فعليكم انفسكم زي ما بيقولوا في القران، كويس. تاني دايره مش لازم احط فيها حد، بعدين نبقى نفكر نحط فيها فين. طب تالت دايره عايزه احط فيها مين؟ هحط فيها ممكن بابايا، مامتي، اختي، اخويا، واولادي الاربعه دول. ممكن تلاقي واحد فيهم مثلا مراهق فانا قررت احطه في دايره بعيده عني. ليه؟ يعني ايه دايره حب ويعني ايه دايره طاقه؟ دايره طاقه هو اللي انا بستلم طاقه من حد او اسلمها لحد. اوكي. فمعناها اني هتاثر بيه وهياثر فيا. فانا لو انا في اول دايره اللي هي في النص هختار مين يبقى قريب مني بحيث ان دايما ابقى محافظه على طاقتي. طيب حلو قوي. بقى بمناسبه ان انا احافظ على طاقتي، زي ما حضرتك ذكرتي من شويه وقلتي ساعات الواحد بيبقى خلاص ما عندوش طاقه انه يعمل حاجه، ازاي اقدر اشحن طاقتي؟ يعني انا خلاص طاقتي خلصت، انا استهلكت زي ما بنقول، اشحن الطاقه بتاعتي دي ازاي؟ طيب احنا دلوقتي لو عندنا كوبايه ميه مليانه على الاخر، كويس، وانا جيت اصب في كوبايه الميه دي هتقع بره الميه، صح كده؟ طبعا. يبقى ما ينفعش اشحن اي حاجه الا لما انضف الاول، اطلع كل السلبيات اللي جوايا. الانسان جسمين، جسم مادي وجسم طاقي. الجسم المادي ده اللي بيتنفس اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون، الجسم الطاقي بيتنفس طاقه ايجابيه ويطلع طاقه سلبيه. فلو حصل الانسان فضل يتملي طاقات سلبيه بدون ما يفضي، فبيكون النتيجه انه لما يجي يحط ايجابي، يعني ايجابي زي ايه؟ كان نفسه في عربيه قوي 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 وراح يشتري العربيه وبقت معاه بس مش حاسس انه سعيد. ليه؟ لانه اصلا ما عندوش مساحه انه يعرف يسعد فيها. طيب قولي لنا بقى نفضي ازاي ونشحن ازاي؟ حلو قوي. في طرق عاديه الناس بتعملها ومش دارسه خالص، بتبقى منتهى البساطه. في ناس بتروح تقعد على البحر، تقول لك انا لما بقعد على البحر برجع مرتاح. ليه؟ البحر ليه ذبذبه معينه، فانا بتاثر بطاقه المكان، فطاقه المكان دي بتبتدي تنظف حاجات من جوايا وتفضيني. اوكي. ممكن اسمع مزيكا معينه، المزيكا دي ليها ذبذبه معينه برضو تبتدي تاثر عليا بشكل او باخر فتبتدي تفضيني. طيب اهم حاجه، اول حاجه، هو اني لما اجي اتواصل مع ذاتي اعري نفسي قدامي. اعري نفسي قدامي ازاي؟ لما في طاقه هنا بتاعت الضفيره الشمسيه دي، لما قلنا الناس نحطهم في حلقات لدرجه ان مين بيأثر في طاقتي ومين بيستلم في طاقتي، ده بناء على مين هيديني سلبي مين هيديني ايجابي. نفس اللي بعمله مع الناس لازم اعمله مع نفسي، واسال نفسي هو انا ايه مميزاتي وعيوبي. كده بوصل للتواصل مع الذات بالظبط، فاقدر ان انا اعرف طاقتي ايه او اتحكم. طب اعرف ازاي عيبي؟ مش سهل تواجهي نفسك. اكتر حاجه بتستفزك في اللي قدامك هي دي اكتر حاجه موجوده جواكي وانت ما تعرفيهاش عن نفسك ومش متواصله بيها. لا ازاي يعني؟ انا مثلا بكره الكذب يبقى انا كدابه؟ برافو عليك. لا بجد انا واجهت الموضوع ده. استني بس هقول لك، عشان انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي هو الكذب. ايوه، ما انا هقول لك. أيوة بقى استاذ سليمه، قولي لنا كده ورا الموضوع ده كتير هتجنن. اذا كنت اكتر حاجه بكرهها هي الكذب، وناس كتير تجي لي في حياتي تكذب وانا استفز وادور على اني بكذب ما بكذبش. ايوه، بس طلع ان الانسان ممكن يوصل انه يكذب على روحه.
يعني ايه يكذب على ده كده مرض نفسي محتاجين دكاتره. لا دي بس في الحاله دي انت مش كدابه، انت بتكذبي على روحك عشان تسامحي يمكن ناس او تعملي اعذار. بتكذبي على روحك ممكن تسامحي ناس وتعملي اعذار. ساعات الانسان لما بيختارش نفسه هي نمبر 1 فحد يأذيني وانا بحبه ادي مبرر للاخر ان انا ايه لا هو مش قصده ولا يعمل كده، انا بضحك فعلا على نفسي لكن مش كدابين والله لا ما بنكذب. انا بالنسبه لي ما بكذبش. بصي عايزه اقول لك حاجه، لا هي الموضوع مش كده بس عشان طب امال ايه؟ طب خلينا نبقى واصلين. يعني مثلا البخل برضو ممكن الانسان يلاقي نفسه بيقابل ناس بخيله وحاجه بتستفزه وهو مش بخيل. طب اقول لك حاجه غريبه، وانت سوري بنخش ناخد دش فتلاقي نفسك بتستخدمي شامبو عادي وكل حاجه وفجاه اخر بق في الشامبو ده رحتي حاطه له ميه وقعدتي تحطيه على طب وانت طب انت بتعملي كده ما عملتيش على الازازه من اولها ليه؟ لا فجاه بخلتي على نفسك بشكل او اخر، او كنتي ماشيه في مول عايز تشتري حاجه وتقولي لا انا مش مهم اولادي اهم. طيب. لا البيت اهم. لا ما هو كده انا بخل على نفسي. ده بخل ده. ايوه بخل على نفسي اني محتاجه الحاجه وهي قدامي وبقول انا مش هاخدها. فده انا بالنسبه لي دي معلومه جديده ان انا اكتر صح. حاجه بكرهها في اللي قدامي هي فيا. دي معناها ايه؟ هقول لك نلعب لعبه. يلا يلا شاوري عليا وقولي لي انا شاوري كده. اشاور عليكي اقول ايه؟ طبعا اقول قولي لي انا بكره الكذب. شاوري بكره الكذب. انت بتشاور عليا بصباع صح؟ الثلاثه دول بيشاوروا على مين؟ لا ما تهرجيش ما هو لازم يشاوروا عليا. ده معناها ان في ثلاث اضعاف ده زي ما بتشاوري عليا وقولي لي انت جميله مثلا. شاوري قولي لي انت جميله. اقول لك انت ايوه شاوري انت خفتي تبقى انت قمر. لا انت عاملاها كده بقى ترجع لك انت تاني. ده معناها ان الحاجه دي اللي بتشاوري بيها على اللي قدامك هي موجوده فيه بس ثلاث اضعافها موجوده فيكي، بس انتي ما تعرفيش انك ممكن تكوني بتكدبي على روحك انك تعبانه وبتنزلي الشغل غصب عنك. ليه؟ عشان انا ملتزمه. ما تعرفيش ان انا برجع من الشغل تعبانه وخلصانه بس عندي التزامات فببقى نفسي ارتاح، ولما ولادي يجي يطلبوا حاجه ماما انت كويسه اصلا انا عايز كذا. حبيبي انا كويسه يلا تعملي اللي انت عايزاه وانت اصلا ميت عايزه تنامي. كل ده كل ده بيندرج تحت انك انت مش متواصله مع ذاتك. ليه؟ لانك انت مش قادره تقولي لنفسك ايوه انا تعبانه. طب هو من حقك تقولي على فكره انك تعبانه. طب اقول لك على حاجه ثانيه، في شاكرا عندنا اللي هي شاكرا القلب اللي هي مسؤوله عن توازن كل الشكرات. المصريين القدماء قالوا فيها ايه؟ قالوا لو انت اشتغلت على الثلاث شكرات اللي تحت كويس ساعتها هنستفيق ونفتح عليك الثلاث شكرات اللي فوق. الثلاث شكرات اللي فوق دي اللي بتاعت التعبير عن الذات وبتاعت البصيره وبتاعت الروحانيات. فبيتوازنوا عن طريق القلب. القلب بيحصل فيه ايه؟ في مقوله بتقول ان الام هي التضحيه هي العطاء الغير مشروط. طب المقوله دي غلط. ازاي انت بتلعبي لنا في الثوابت؟ خلي بالك كده يعني المقوله دي غلط. ليه المقوله دي غلط؟ هو المفروض بالفطره الام هي عندها عطاء غير مشروط فعلا. بس ممكن تلاقي في كليشيه كده بيحصل في معظم البيوت ان الست تفضل تقول لك لما العيال يكبر اصل انا ضحيت بنفسي عشانكم، اصل انا ما سافرتش، اصل انا ما جيتش، اصل انا ما اشتغلتش، اصل انا ما عملتش، اصل انا اصل انا. وبعدين يجي ولادها بينها وبين نفسها واحد طلب منك كده انتي ما سالتنيش، انتي اللي عملتي كده من نفسك، انتي ما سالتنيش. وتبتدي تحاسبهم على اللي هي عملته. هي كانت ايه المشكله هنا؟ المشكله انها اعطت ولكن كانت مستنيه الاخذ عن طريق ان هم اللي يدوها من غير ما تسال. مع ان ابسط حاجه مش ربنا عارف اللي في قلوبنا؟ طبعا. امال قال لنا ليه ادعوني استجيب لكم؟ عشان هو عارف اللي في قلوبنا بس بيقول لنا اطلبوا. فاحنا لازم كأم اطلب. طب لو ما توازنتش بين الاخذ والعطاء، يعني اعطيت ولم اخد كده بقيت ايه؟ مفلسه. معيش طاقه لاني عماله ادي. وده بيعلم الولاد الانانيه بالمناسبه وبيخلوهم بيسيبوك يمشوا. لان انا لو انا مثلا افترض دي الترابيزات وكل على الترابيزات دي معايا وانا بدات اديك الكوبايه هتقدري تشيليها؟ لا الكوبايه هتشيليها وانا شايله الثلاث حاجات؟ لا انت مش هتشيلي حاجه. انا مش انت فاضيه. ماشي هشيلها. بدات اديك الكوبايه هتشيليها صح كده؟ هشيلها طبعا. وبعدين اديتك الكوبايتين التانيين هتقدري؟ هشيل. ماشي هديك الترابيزه الصغيره فوق ده. لا وبعدين الترابيزه الكبيره هيحصل ايه؟ انا والترابيزات. برافو عليكي. هو ده بالظبط اللي بيحصل. وبروح سايباه بتروحي سايباني وماشيه. صح. ليه تروحي سايباني وماشيه؟ لاني ما بقاش عندي قدره على الاخذ اكتر من كده لسببين. اول سبب مش قادره اشيل اكتر من كده. تاني سبب ان انا ببقى عارف ان انا ما عنديش القدره ان انا ارجع كل اللي انت اديتهولي. فالاسهل لي هو ان انا اسيبك وامشي.
فطاقه معظم مثلا الجواز تلاقي الست تقول لك انا ضحيت هنايا فداك، انا اديتك من قلبي، اديتك من عمري، اديتك فلوسي، اديتك زي ما برضه لازم تقول كده يعني، يعني بعد كل التضحيه اللي بتقدمها ما لازم تعاتبهم. ما هنا الغلطه ان لو ما فيش توازن في طاقه الاخذ زي العطاء، ما فيش توازن، لازم هبقى في الاخر طاقتي تحت الصفر وبحاسب اللي قدامي ان هو ما عندوش. انا رايي بقى ان احنا نعمل حلقه للرجاله اللي هم ازاي يعني يدوا طاقه كويسه لزوجاتهم. انا